اكيد مباراه صعبه، قدمتوا مباراه دفاعيه بحته وكنتوا حابين تخرجوا بهذه النتيجه من وجهه نظري. اكيد مثل ما امبارح قلت لك بالمؤتمر انه المباراه دي موجهه كثير كثير صعبه بس مش مستحيله، كره القدم بتنحسم بارض الملعب، نحن اجباري احترمنا الفريق الاهلي، فريق كثير كبير، فريق بالامكانيات اذا بتيجي تقارنه يمكن اعلى مننا بكثير، احترمناه ونزلنا على ارض الملعب، اكيد اجباري قدام هيك فريق ما فيك تلعب بشكل مفتوح، تلعب بشكل مفتوح تطلع ثلاثه اربعه وخاصه خارج ارضك، فكرمال هيك كان عندنا تحفظ حتى مش تحفظ لعبنا بطريقه دفاعيه، الحمد لله اللي كنا جايين كرماله حققناه هي التعادل، مباراة الإياب رح نلعب بأرضنا وبين جمهورنا، اللي منا إياه من المباراة قدرنا ناخده الحمد لله، والحظ كان لجانبنا بأكثر من كرة، الحمد لله الله أعطانا هيدا التعادل، راجعين لبلدنا بنقطة سمينة إن شاء الله بدنا نشتغل على المباراة الجاية، وإن شاء الله بكون الفوز من حليفنا إن شاء الله.